تنطلق غدا فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان، وذلك على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويفتتح الملتقى فعالياته بجلسة تحت عنوان منتدى شباب العالم آفاق جديدة، وتهدف لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى. كما تضم أجندة الملتقى في يومه الثاني جلسة نقاشية بعنوان أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية. وللمزيد حول فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي نعود مرة أخرى إلى الزميلة درية عاطف مراسلة إكسترا نيوز من هناك من مدينة أسوان. إليك درية. بالفعل همام، لازلنا نتابع معكم من هنا من محافظة أسوان، ولكن هذه المرة أقف بداخل متحف أثار النوبة للوقوف على استعدادات المناطق الأثرية هنا بداخل المحافظة، خاصة أنه اليوم الثالث من المنتدى مخصص ل يعني زيارات الوفود للأماكن الأثرية هنا بداخل المحافظة. ولكن للمزيد حول هذه الاستعدادات وخاصة استعدادات متحف أثار النوبة ينضم لي ضيفي دكتور حسني عبد الرحيم، مدير عام متحف اثار النوبه. برحب بك يا فندم في البدايه على شاشه اكسترا نيوز. اهلا بك وبشرى المشاهدين. اهلا بك يا فندم، يعني في البدايه طلعنا ما هي الاستعدادات التي قام بها هنا المتحف لاستقبال الوفود القادمه للمنتدى؟ هو من اول ما فخامه الرئيس دعا انه اسوان عاصمه ثقافيه للشباب العربي والشباب الافريقي، ابتدت الوزاره تهتم بكل اهتمام، خاصه ان متحف النوبه يعتبر مقصد مقاصد الزيارات الهامه جدا في متحف النوبه في أسوان، واللي هو زود كمان ليلة سياحية في منطقة أسوان. فإحنا اهتمينا كل اهتمام كله بالبنية التحتية، ابتدينا نهتم بالبنية التحتية والأشياء اللي كانت ناقصة في المتحف. إحنا كنا فعلا داخلين أصلا من أصل في خطة التطوير، ولكن اهتمينا أكتر لما لقينا الموضوع الشباب العربي الإفريقي جاي لأسوان. يعني فندم الوفود المفروض في جزء وصل النهارده وفي من امبارح ناس بالفعل في محافظه اسوان، هل هناك زيارات منذ وصولهم ولا يعني تم يعني تخصيص الوفود في ثالث ايام المنتدى؟ هو طبعا بالطبع كان في زيارات فرديه للي عندهم شغف بالمناطق الاثريه التاريخيه الحضاريه والتراثيه، كانت في ناس فعلا بتيجي بس على زيارات فرديه، لكن احنا نتوقع ان تكون الزيارات الكبيره جدا بالمجموعات الكبيره بعد اللي هو اليوم الثالث في المنتدى، يكون يعني الناس عندهم فرصة كبيرة جدا لزيارة المناطق الأثرية. يتوقع ان احنا متحف النوبة يكون ليه النصيب الأكبر، خاصة ان احنا موجودين في شارع الفنادق اللي موجود فيه يعني أغلب النزل الخاص بالمنتدى الأفريقي. يا فندم بالطبع بتربط مصر وأفريقيا حضارة كبيرة، يعني ما هو عمق الحضارة المصرية في أفريقيا؟ هو طبعا الحضارة المصرية لها عمق كبير جدا في أفريقيا، ويمكن بلاد النوبة ومنطقة أسوان تعتبر البوابة لمنطقة أفريقيا. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لأن احنا عندنا هنا النبلاء واللي هم حكام أقاليم اللي موجودين كانوا هنا في أسوان، ندفن هنا في أسوان في البر الغربي هنا، طلعونا بالمقابر بتاعتهم على أسطح المقابر، سجلوا كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها. من ضمنها كان في نبيل من النبلاء كان اسمه حرخوف، ده كان زار اماكن كتيره جدا في منطقه افريقيا، وكان بيقول ان هو استطاع انه يحصل على قزم من الاقزام في رحلته الرابعه ويجيبه هديه للملك في الشمال في الدلتا. طبعا العلماء الاثريين هنا بيقولوا ان منطقه الاقزام دي مش موجوده الا في اواسط افريقيا، يعني هم استطاعوا بكل جراه وجداره وبساله لاجتياز الفيافي التجارية والممرات التجارية ان يروحوا لأواسط افريقيا. غير كده كمان احنا يعني بنشوف مثلا المتحف هنا تضمن قطع اثرية كلها من منطقة السودان من مملكة مروي، وطبعا احنا كان في برضه علاقة بيننا وبين مملكة اكسيوم في اثيوبيا، ويكفي ان احنا نقول ان طبعا الكنائس اللي كانت موجودة اثناء العصر المسيحي كانت مصر بتشرف حتى الان على الكنائس الاثيوبية اللي موجودة في اثيوبيا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذه التفاصيل، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. عودة لك همام مرة أخرى في الاستوديو. الزميلة درية عاطف شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وشكر موصول أيضا لضيفك يا الكريم، كنتم معنا من أسوان.